يقول هل وفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة تتعلق بالعمل، وليس للزمان ولا للمكان في ذلك أثر إلا أن يكون قصد إلى خير في مكان أو كان متلبسا بطاعة وإحسان. أما الزمان في ذاته فإنه ليس فيه دلالة على حسن الخاتمة. وما جاء من أن الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوقى صاحبه عذاب القبر أو يأمن فتنة القبر فهذا لا دليل، ليس بصحيح، وإن كان قد صحح بعض أهل العلم لكنه ليس بصحيح. ثم هذا في حق من آمن وحسن عمله، لأن هذا سبب، فإذا وجد ما يمنعه من فسوق وعصيان أو وجوب أو وجود ما يوجب عقوبة الإنسان في قبره فإنه يكون قد وجد السبب وحال دون حصوله مانع. والخلاصة أنه لم يثبت في الموت في يوم الجمعة فضيلة خاصة، وهو شيء لا يختاره الإنسان أصلاً.